السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتم أول مرة تشاهدوا القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، زر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات الجلابة والقفطان المغربي. ما تنسوش تضغط على زر الإعجاب، يعني هذا كيزيد كيشجعنا باش نبقاو إن شاء الله دائما نشاركوا معكم الجديد ديال الموديلات. واليوم كما كتشوفوا كما وعدناكم، يعني بقات عندنا جلابه واحده هي اللي للبيع، جلابه دو بياس هي هذه اخر جلابه اللي خدمنا قبل العيد. يعني من بعد العيد ان شاء الله راه غادي نوجدوا شي حاجه تكون موجوده في الاول ديال شهر 7، في الاول ديال شهر 8، في الاخر ديال شهر 7 ان شاء الله تكون شي حاجه موجوده. دابا اللي بقى عندنا قبل العيد هما هادو، هي هاد الجلابه، هادي جلابه دو بياس بالثوب ديال الكريب، كريب حرير دو سوا، مخدومه بطرز رباطي ومخدومه كذلك بالطرسان، والفوقاني ثوب ديال التليجه كما كتشوفوا اللون ديالها يعني راقي ورائع، يعني اللوينات كلهم راقيين ديال هاد الجلابه دو بياس بالثوب ديال التليجه. بالنسبه للثمن ديال هاد الجلابه هادي حتى هي كتبقى ب 1400 درهم، يعني 140 دولار او 140 اورو كما كتشوفوا. اللوين ديالها هو هذا، جلابه دو بياس حضاريه. الى عجبتك الجلابه هادي وبغيتي تاخذيها، غادي تاكدي اول حاجه من العبار، يعني غادي نشدوا العبار دابا، تاكدي من العبار ديالها، الا كان كيناسبك العبار تواصلي معنا في الواتساب بس تعطينا المعلومات ديالك. الارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك السلعه حتى لعندك داخل وخارج المغرب، يعني في جميع انحاء العالم، يعني راه توصلك هاد الجلابه هادي يعني فين ما كنتي. داخل المغرب راه من طنجه حتى الكويره وباقي الدول ديال العالم، يعني فين ما كنتي غتوصلك السلعه حتى لعندك. جلابه دو بياس بالثوب ديال الكريب والفوقاني الثوب ديال التليجه، خدمه كما كتشوفوا خدمه ديالها راه راقيه ومتقونه. الثمن 1400 درهم تقريبا 140 اورو. الثوب ديال الكريب يعني بقات غير هاد الجلابه هادي. غادي ندوزو دابا للعبار ديالها، كما كتشوفوا الجلابه هي هادي. يمكن تلبسي كما قلنا راه تلبسي الجلابه بوحدها، تلبسيها بوحدها، بغيتي تلبسيها بوحدها، بغيتي تلبسيها معها الفوقاني، بغيتي تلبسي غير الفوقاني مع مثلا كدير كتلبس الجلابه هذاك السروال ديال الجين او سروال رومي، يعني راه كتجي معاه، كيجي معاه هذا الفوقاني هذا، كتلبسي غير مع لبسه روميه. كما قلنا راه ثلاثه في لبسه واحده. ندوزو دابا للعبار، وغتاكدي من العبار، يعني الا كان العبار كيناسبك تواصلي معنا في الواتساب. كما قلنا اللي بغيت تلبسي غير جلابه بوحدها، يعني راه تلبسي جلابه بوحدها. الثوب ديالها راه ديال الكريب، كريب دوس وحرير كما كتشوفوا الطرزه ديالها، يعني هاد الطرزه راه باقا جديده، والطرزه ديالها كما كتشوفوا راه متقونه. خدمه فيها راقيه ديال الجلابه هذه. الا عجبتك هاد الجلابه هادي وما كانش العبار كيجي على قدك وكانت باقا عندك مثلا الوقت، تعطينا العبار ديالك ونوجدوها لك ان شاء الله من بعد العيد. يعني اللون اللي بغيتي كاع هادوك الجلال اللي دوزنا في الفيديوهات السابقه، الا عجبتك فيهم شي وحده ودابا راه تباعوا هادوك الجلال كاملين، الا عجبتك شي وحده غادي تعطينا غير الصوره ديال التسكرين الموديل وصيفطنا في الواتساب وتعطينا العبار ديالك، ومن بعد العيد ان شاء الله راه نوجدوها، يعني تكون موجوده في الاخر ديال شهر 7 او في البدايه ديال شهر 8 ان شاء الله الا بقينا حيين. دابا غندوزو للعبار ديال هاد الجلابه هادي. عندنا في الكتاف، الكتاف عندنا 43، عندنا في طولكم 60، وعندنا في الصدر 30، وعندنا في ليونش 32، والطول الطول كامل طول الكلي ديال الجلابة المترو 33، ويمكن يتزاد يوصل حتى المترو 36 ولا 37. كما تشوفوا الثوب ديالها راه كريب دوس وحرير، والفوقاني بالثوب ديال التليجة،
الفوقاني راه بالثوب ديال الثلاجه كما قلنا، راه تلبسي هذه بوحدها، هذا الكيمونو يتلبس بوحدو، يمكن يتلبس هو وجلابه. الكيمونو هو هذا، يمكن يتلبس مع سروال روميين، كديري ليه الحزام كيتجمع بالحزام ديالو، ثوب ديال التليجة. يعني عندك ثلاثة لبسات في لبسة وحدة، تلبس هادي بوحدها وجلابة بوحدها، ويمكن تجمعيهم بجوج تلبسي دو بياس. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب زر لايك، باش نبقاو ان شاء الله دائما نشاركوا معكم الجديد. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده على الجميع. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.